أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا، صدر في عام 2011 ألبوم شعري لضيفتنا الكريمة، وصنفت كأول عربية تلقي الشعر بنغمات الموسيقى. وفي 2014 قررت أن هي تحول اتجاهها للقصص القصيرة مع الحفاظ على توجهها الشعري. البعض يرى أن كلماتها مستفزة للرجل، والبعض الآخر يرى أنها متحررة من القيود، خصوصا وأنها تطلق العنان لكلماتها في وصف مشاعرها. ضيفتنا اليوم في الاستديو الكاتبة والشاعرة السعودية مي كتبي. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساكي. يسعد مساكي. أهلا وسهلا. مساء النور. نورتينا مي. أنتم اللي منورين، ما شاء الله عليكم. الله يخليكي مي. يعني أنا طول عمري أعرفك أنك أنت شاعرة، وطبعا يعني تفاجأت أنك تحولتي من الشعر للقصص القصيرة. أول شيء، إيش اللي خلاك تتحول للقصص القصيرة، وكيف الفرق بين التجربتين عندك؟ أولاً الشعر، أنا كنت بكتب شعر بطريقة بوهيمية، وكنت بستعمل اللغة الرمزية كتير، فكنت يعني في عالم الخيال، في عالم خيال بحت، ما كنت يعني موصولة بالواقع. القصص خلتني أجمع بين الواقع وبين الخيال. تمام. وغير هيك انه حاولت انه روح للمشاعر اللي خلف كواليس المشاعر اللي بنحس فيها. خلف كواليس المشاعر اللي بنحس فيها. ايه. طيب، يعني المشاعر لما فيك، ممكن استعمل تعبير غريب شوي، انك مشاعر المرأة او الانسان لما يشيل منها الابتسامات والادعاءات وكل تزييف، وبس هيك يطلع فيها بكل الشروخات اللي موجودة فيها ويقعد يحكي عنها، أو إنه يحط قدامه بكل تجرد. كل تجرد. تمام. طب إيش اللي خلاكي إنك أنتي تتحولي هذا التحول من الشعر يعني إيش؟ هل هو تجربة إنسانية؟ هل أنتي حبيتي الفكرة؟ إيش؟ هو حبيت الفكرة، وحبيت إني أتوجه للعالم بنوع جديد من القصص. غير هيك حبيت إنه أعكس أشياء بسمعها. نقعد مثلاً، خلينا نقول مثلاً أنا وأنتي قاعدين عم نشرب فنجان قهوة، وانت بتقولي لي هيك الرجال صاروا، هيك بيحكوا، ما حدا له أمان، بيكذبوا. حديث السيدات. صاحبتي انخطبت، شوفي خطيبة شو عمل فيها. رجال مهزوزين. يعني مع احترامي للي موجودين معنا بالاستوديو والكل اللي عم بيشاهدونا، بس هيدي صاير كتير يعني موجود. يعني حتى لما بشوف على الفيسبوك البوست اللي موجودة كلها بتحكي عن المرأة المجروحة، عن مشاعر المرأة، وعن عدم ثقة بالرجل، وبعدين عن حب المرأة أنها تتحرر من القيود اللي موجودة بمجتمعها. فقلت خليني أنا ما دام عندي القدرة على الكتابة أنه أخذ المشاعر هذه أتبناها وأكتب عنها بقصص قصيرة. طيب، زي ما ذكرت زميلتي خلود، انتقلتي لكتابة القصص القصيرة، إيش الهدف من القصص أو إيش محتواها؟ هل في فكرة معينة حابة توصليها عن طريق هذه القصص؟ هو حابة إني أوصل فكرة، يعني من خلف كل قصة بكتبها بحاول إني أوصل فكرة. يعني في عندي قصة كتبتها اسمها الخروج من الشرنقة، بتحكي عن امرأة تجاوزت 40 من عمرها، وعاشت طول عمرها من النوع العالم اللي بيقولوا حاضر ونعم، وغير هيك عندها موهبة الرسم، وكانت حتى ما بتظهر موهبتها، فكانت بترسم تقريبا بالمخفي عن الكل، وحتى ما كنت بتحب، لأن كل شيء بترسمه بتحس إنه مشروخ لأنه بيعكس الصورة اللي جواها. هذه قصة من خيالك؟ من خيالي. أي، بس هي ممكن إنك تلاقيها بالواقع. وبعدين ممكن أم أكيد؟ أكيد. أوكي. وبعدين وبتحس بالذنب إن حبت هي بطوبي لما كانت بمراهقتها، أو أيام ما كانت بالجامعة، حبت أخو صديقتها، فطبعا عنفت ووقفوها من الجامعة وقعدوها بالبيت، وجوزوها لأخو صاحب لأخو لأخو لا لصديق أخوها. أيوة. لصديق أخوها. وطبعا ما في حب، وخيانات مستمرة، وما كانت حتى بتفرق معها لأنها كانت بتحس بالغيرة عليه. وبعدين جابت بنت، ولما كبرت البنت قررت خلاص إنه هي بدها تطلع من العالم اللي هي فيه، ورغم إنه يعني من أسرة جدا ثرية، وهي أصلا عايشة بقصر، تركت العائلة على الواطي، وتركت أهلها، وتركت أخوانها أمها وأبوها متوفيين، وتركت وقررت أنها تسافر على إيطاليا تتعلم الرسم هناك. وطبعا لقيت اعتراض، وقفوا بطريقة أنه كيف وحدة بعمرك تعمل هيك، وما يجوز، وأنت تجاوزت 40، وأنه كل هالأشياء يعني ضربت. أحس أنه أنت بتكتب القصة بتلامسك،
يعني انت لازم تشعري وانت هو شوف الكاتب اجمالا ما في انه ما يحط شيء من جوا بالشيء اللي عم يكتبه. لازم يحط لمسه من داخله، بس وين التحدي؟ انك لما تكتبي شيء انت مش عايشتيه، يعني تطلع من جلدك، يعني انا ماني عايشه هالقصه، انا ما عشت هالقصه. يعني مثلا حتى مثلا بتذكر الاستاذه زويا صقر لما قالت لي انه القصه هيدي حاسه انه ممكن في ما انت عم تحكي عن شيء عن مشارك انت، قلت لها لا، قالت لي انا حسيت لانه هي فوق الأربعين البطله تبعتك وانت لسه ما تجاوزت الأربعين، هي شعرها اسود انت شعرك اشقر. قلت لها طيب شفتي انا عم بطلع من جلدي ما عم بكتب عن حالي، يعني انه ما بحب اكتب عن انا ما بعرف بكتب عن تجربتي انا عن تجربه خاصه فيي انا. بس بعرف امتص تجارب الغير، بعرف امتص تجارب تتقمصيها ايه وبتقمصها وبعيشها، وبالعكس بحس انه بتحزني من خلالها وبحزن من خلالها وغيرك بمر بكل المشاعر. يعني انا لما كتبت القصه هذه الخروج من الشرنقه حسيت حالي اني عايشتها، حسيت حالي اني انا اللي رحت على ايطاليا رغم ان انا ما زرت ايطاليا، حسيت حالي اني انا اللي عم بتمشى بالمتاحف بالشوارع. فبحب احط حالي، بحب اتحدى حالي واحط حالي بقالب اخر. بس هذه المشاعر اللي حكيت عنها موجوده فيي، موجوده فيكي، موجوده باغلب الناس، يعني ما هي مشاعر غريبه عنا. تمام. طيب في فتره عملتي كصحفيه فتره، ليش ما استمرتي في هذا المجال؟ ما لقيتي دعم او ما تكيفتي في هذه الاجواء؟ ايش السبب؟ لا بالعكس، مش انه ما لقيت دعم، بالعكس كان في دعم كبير وكنت متكيفه جدا باجواء الصحافه، وكنت اول مدير تحرير لاول مجله عربيه على الانترنت، ونجحت المجله نجاح كبير، مجله عربيات اللي هي لصاحبتها رانيا سلامه. قدمت يعني بخلال سنه تقريبا اللي ممكن كان اي صحفي كبير ممكن كان يقدمه بعشر سنين، يعني وبعمر جدا صغير. فعملت لقاءات مع شخصيات جدا جدا كبيره ومهمه بالعالم العربي، ويعني وصلت للمخرج العربي العالمي الله يرحمه مصطفى العقاد، مع النائب بهية الحريري، مع سمو الامير محمد بن فهد، مع اسماء جدا لامعه، مع الدكتور محمد عبد اليماني الله يرحمه، مع الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه. فاسماء عارف كيف انه لها وزن وثقل بالعالم العربي. فوصلت لمرحله انه عملت مع كل هالعمالقه، فما صرت حاسه حالي اني يعني عارف كيف اني وصلت للقمه، انا كصحفي وصلت للقمه معهم. ففضلت انه اقف خلاص وين ما وصلت معهم وحافظ على المكان، على المكان. هذا التاريخ. انا عارفه انك انت قلتي لي قبل الهوا بلاش تطلبوا مني حكايه شعر اقول قصيده او امنت اندمود والى اخره، لكن هم مصرين علي بصراحه. مصرين الله. اذا فيكي، لكن اذا ما انت حاسه نفسك حابه برضه هذا الشيء راجع. والله شوف انا خلود بمرحله انه ما كل شيء حاسه فيه بعبر عنه. ماني بإحساس إنه ممكن ألقي قصيدة لأنه ما حاعطيكم شيء ممكن يكون حلو. أهم شيء تعطينا شيء أنت تكوني حاسة فيه. وبعدين أسمحي لي إني أنا أشكرك على الهواء على ألبومك الشعري اللي صدر سنة 2010، عاشقات. عاشقات. يعني. عاشقات. أنا شخصيا سمعته، كان في تعاون فني بينك وبين أحد فيه. مع الملحن خالد صحصاح. أوكي. طيب أنا حسألك سؤال، أنت إنسانة تغربتي، عشتي برا يعني لمدة جيدة طول عمرك تهيألي، وكمان درستي برا. درست برا. فالغربة بتضيف أضافت لك حاجة ولا انتقصت منك لداخلك؟ والله شوف الغربة شيء غريب، أنا بشوفها إيجابية مش سلبية. تبني شخصية. ما شوف بالنهاية ما في شيء 100% عنده إيجابيات ولا شيء 100% عنده سلبيات. كل شيء له سلبيات وكل شيء له إيجابياته. تمام. كل شيء له وجهه الأسود وله وجهه الأبيض. أنا فتحت عيوني بسويسرا، فأول شيء ما كنت بعرف لا لغة عربية ولا أنا مين ولا شيء. بعرف عائلتي الصغيرة اللي هي من أمي وأبوي وإخواتي، وحبيته طبعا. تعرفي مدينة جنيف مدينة جدا هادئة، نشأت فيها على أساس إنه هيدي بلدي، إنه هيدي وطني خلاص، يعني غاية ما عمري 7 سنين. بعدين اكتشفت إنه بس إنه اللهم إنه نحن بالبيت بنحكي لغة مختلفة. وبعدين شوي أبوي بلش يعلمني انه نحن عرب ونحن مسلمين، وبلشت شوي انه اتاقلم مع الموضوع. بس انه كانت شوك لإلي لما رجعت عمري 7 سنين 8 سنين لهون. رجعت على السعوديه واكتشفت، مش انه بلشت اتعلم العربي من اول وجديد، واتعلم
كانت الشك اكثر شيء بالثقافه، اختلاف الثقافه. وانا وعمري 7 سنين الثقافه ما كثير كانت يعني حتعمل لي فرق كبير، بس انه طريقه الحياه اللي كنت عايشه، انه الطفله كانت عايشه بمدارس اجنبيه، بعدين لقيت حالي ومتعوده انه كنت اشوف مثلا اولاد صغار من جنس ثاني معي، كيف فجاه الاشياء اختلفت علي بطفولتي. بس اثر فيكي بس الى الان؟ بسرعه تاقلمت. واثر فيكي الى الان؟ لما كبرت شوي صار في تاثير اكثر. اوكي، لانه اجت فتره صار عندي مثل نوع من ضياع الهويه، بعدين انا لانه انا مثل ما بتعرفوا ابوي بابا سعودي وماما لبنانيه. ايوه انا عارفه العالم كله بتعرف، بس انه المشكله بتعرف لما تعيشي انت ببلد اوروبي، لانه رجعت بعدين بسنه المراهقه رجعت ثاني على سويسرا، رجعنا انتقلنا، لما بتكوني من يعني انت من يعني مثلا امك من بلد وابوك من بلد، بتروحي بتعيشي ببلد، فبيجيك نوع من ضياع الهويه. فاجت فتره اولا انا صرت بنكر لحالي انه انا ماني انه انا بيني وبين حالي ما عاد في اعتراف انه انا عربيه، وبنفس الوقت ماني حاسه حالي انه اجنبيه، بنفس الوقت ماني حاسه حالي طب انا هل انه انا بنتمي غريبه فعلا، يعني هل انا بنتمي لل يعني للبنان اكثر او بنتمي للسعوديه اكثر. فهون حسيت حالي انه انسان بلا هويه، لاني ماني قادره احس حالي سعوديه، ما عم بتاقلم مع بعض العادات والتقاليد السعوديه، بنفس الوقت ماني حاسه لبنانيه لانه بنفس الشيء ما عم بتاقلم مع هون، بنفس الوقت ماني حاسه حالي اوروبيه لاني بنفس الوقت ما عم بتاقلم. بس شو عملت؟ حاولت انه بعد فتره انه الغي النكران اللي جواي واعترف انه انا فعلا ما عندي هويه، وحاولوا انا خلص انه اخلق هويتي الخاصه فيي. وبعدين حسيت فعلا بسكينه لما ادركت انه انا فعلا مزيج من كل هالتناقضات اللي انا اللي شكلتني. طيب نصيحه توجهيها للفتيات والفتيات والشباب اللي يكون عندهم هوايه الكتابه بس مو عارفين مثلا يوظفوا هذا الشيء او يشتغلوا عليه، ايش النصيحه اللي توجهي لهم هي؟ اول شيء بطلوا انه عارف كيف نقطه انه مش عارفين، خلاص ياخذوا قرار انه هم بدهم يمارسوا الكتابه، يقروا كثير، ما يحاولوا يقلدوا. اوكي، يكون لهم نمطهم الخاص، يكون نمطهم الخاص وما يخافوا من انه يعملوا شيء جديد، لانه دائما لو عملوا شيء جديد وشيء مميز العالم حتحبه، حتى لو تحارب بالاول، لانه اغلب الافكار الجديده تنتقد في البدايه، دائما بتلاقي في انتقاد، دائما بتلاقي عالم بتحاربها، يعني هذا من منذ الازل موجود، يعني ما في فكره جديده حدا طرحها الا تحاربت والا بعدين شفت الكل خلاص صار معترف فيها. فما يخافوا طالما عندهم هم واثقين، اهم شيء يكونوا واثقين من الطرح تبعهم. تمام. احنا طبعا سعيدين بوجودك مي معنا في الاستوديو، وان شاء الله حنشوف لك مزيد من الكتب ومزيد من الشعر الغنائي. احنا صنفه شعر غنائي صح؟ ايه، القاء شعري مع موسيقى بنغمات الموسيقى. نعم، احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لتواجدك سيدي. شكرا لكم، يعطيك الف عافيه مي. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات من سيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، ملتقى صحة وشباب دائم في الرياض يقدم برامج لخدمة صحة الإنسان.